learn English while safety. يلا بينا يلا بينا. competent 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 competent. تعال نفصل ما بين شخص مؤهل. شخص مؤهل يعني qualified. شخص competent يعني كفء لهذا. الكومبتنت يعني كفء لهذا، قادر على هذا العمل. يعني ممكن انا اكون معايا رخصه قياده ولكن مش كومبتنت للايه؟ للقياده. مثلا اي شخص لابد انه يتوافق فيه عنصرين، عنصر ان هو يبقى كواليفايد ويبقى ايه؟ كومبتنت. فدائما بنقول ايه؟ كومبتنت. محتاجين الكومبتنت بيرسون، الشخص الكفء لهذا. inspection 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 inspection. يعني كلمة inspection بتعني التحقق من الشيء وفقا لعناصر مدونة في الانسبكشن ايه؟ ليست، قائمة الايه؟ الفحص. frequency 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 معناها التكرار. inspection frequency يعني كلمة frequency يعني تكرار. يعني لو أنا بعمل الانسبكشن هل هو one time ولا frequency؟ يعني الكلمة دي دايما هنلاقيها مع عمليات الايه؟ الفحص. الانسبكشن مع أي شيء متعلق بالايه؟ بالفحص. وممكن نقول على ان الحادث frequency. يعني ايه الحادث؟ ايه؟ متكرر. متكرر ممكن برضو نستخدمها فيما يخص الايه؟ الحوادث. alloy 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 steel chain. يعني ايه الالوي ستيل تشين؟ الستيل تشين الواير الايه؟ الحديد، السلسله. الواير الحديد. السلسله اللي هو الواير الحديد اللي هو الايه؟ عباره عن لينكس، عن حلقات. طب الالوي اللي هو ايه؟ اللي هو مكون، نوع تكوين السلسله دي اللي هي في المسمى العام بيطلق على الالوي يعني سبيكه. فسبائك الستيل تشين، وان الالوي ستيل تشين دي الوايرات او ده الخام المصرح به من الايه؟ من المنظمات والجهات. ده المصرح او المتوافق مع القوانين والمعايير المتعلقه بالايه؟ بالوايرات اللي هتستخدم في الرفع. فاكر احنا قلنا الستيل تشين بيصنع من حاجتين، من الالوي ومن الكربون. الكربون ده اللي هو بعض الجنازير اللي بنستخدمها في الحاجات اللوكل. اما عشان استخدم تمام سلاسل في بيئه العمل، لو انا حتى هجمعها فاكر بالهامر لوك، لو انا هجمعها يبقى لازم اجيب الايه؟ التكوين ده، المنتج ده، الخام دي. فاذا اي سلسله موجوده في بيئه العمل هي من اسمها او من خام الالوي ستيل تشين. ما لو انت جايب لي سلسله الصفرة دي اللي هي الطبيعيه اللي بنجيبها من عند الموال، هقول لك لا دي ما تنفعنيش، دي من الكربون. او لو في شهاده بتقول مصنع بيقول لك مكوناتها فيقول لك دي من الكربون. لا ده انا عايز ايه؟ الالوي ستيل تشين. hanging 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 بتعني التعلق، التشبث. يعني لما اجي اقول عايز ان انا اعلق الواير دوت في ده فبعمل ايه؟ hanging. عمليه ايه؟ hanging، عمليه تعليق للايه؟ للواير. اما لو اللي بيدرس معانا في السلامه والصحه المهنيه مش بس مقتصر على الرفع والتصميم، درسنا في السكافولدنج في السقالات، في سقالات هانينج، سقالات المعلقة على الطاير، سقالات على الطاير بنسميها هانينج سكافولد.
وعندنا تاني نوع من السائلات اسمه suspended scaffold اللي هي السائلات المعلقة بوايرات. فاكر باشمهندس عصام؟ فاكر يا باشمهندس طبعا. يبقى الهانينج دي السائلات اللي على الطاير اللي من اعلى الى ايه؟ الى اسفل. اما السائلات التانية suspended في وايرز، في ستيل وايرز بنرفع مثلا. Resistance. المقاومة. المقاومة. يعني لو عايز اتكلم عن الواير ده لازم يكون لي مقاومة على كذا وعلى كذا. لما كنا بنتكلم عن الأحماض والقلويات ومش عارف ايه، يبقى بنتكلم على نقطة الايه؟ resistance. فإذا لما بشوف كلمة resistance متعلقة بأعمال الرفع والتصميم والوايرات أو أدوات التصميم، يبقى بيكلمني عن مقاومة الأدوات ديت للظروف لشيء معين. يبقى resistance معناها إيه؟ المقاومة. Abrasion. اللي هو التآكل. لما تلاقي واير متآكل، واير فيه تلف، في جزء مفقود منه في تكوينه، يبقى ده حصل له ايه؟ تآكل. Abrasion. Strength. The breaking string. The breaking strings. يعني ايه؟ قوة التحطم. وقوة التحطم دي كنا بنتكلم على ايه؟ على الـ MBL، الـ Minimum Breaking Limit. فاكر لما كنا بنتكلم على الواير يتحمل 5 أضعاف؟ اللي هو الواير. The breaking strength اللي هي قوة الايه؟ الكسر. يعني عشان نكسر الواير ده او نطلف الواير ده محتاج 5 أضعاف حمولة. Clutch. ايه هو الكلاتش؟ الكلاتش معناها القابض، الوسيلة او الاداة اللي هستخدمها للتشبث بالشيء. لما كنا بنتكلم عن الكلاتش، كلاتش ستيل سلينج، كنا بنتكلم عن الواير سلسلة اللي انا بقدر اعمل فيه ايه؟ عملية تقصير للوايرات، تقصير للليكس، للارجل بتاعته، للسلاسل من جنب عن جنب اخر. يبقى هو ده الايه؟ الكلاتش. هو القابض نفسه زي ما واضح قدامنا في الايه؟ في الصورة. Lashing. يعني ايه lashing؟ Lashing slang. Lashing textile slang. واير الذي يستخدم في حزم الأحمال على الايه؟ على العربات. حتى تلاقي دايما أي عربيات بتحمل لازم يكون عندها ايه؟ هذا النوع من هذه الوايرات، بنسميه lashing slings. Protection. يعني ايه protection؟ Protection. استرس شوية كده على البي. Protection. ليه؟ Protection يعني حماية. دايما وانت في الموقع عايزين نعمل بروتكشن لدي، عايزين نعمل بروتكشن لدي، عايزين نعمل حمايه، تحطها في اي واي. عايزين نعمل بروتكشن للواير عشان ما يتلفش من الحمل، فبنعمل له بروتكشن اللي هي فاكر كنا بنتكلم عليها السوفتنر او موضوع الكستنه. يعني احنا بنعمل بروتكشن علشان ممكن بنعمل بروتكشن عشان نحمي جوانب الحمل نفسها من تلف الايه؟ من ضغط او استرس بتاع الواير على اللي على اللود على الحمل. storage يعني التخزين.
فاكر لما كنا بنقول permanent storage و temporary storage، تخزين دائم وتخزين مؤقت، وان الوايرات ممكن تخزن بشكل تخزين دائم في المخزن الخاص بالوايرات او المخزن الرئيسي او whatever نوع المخزن اللي هو الغرض منه مبيت الادوات. اما التمبرري ستورج اللي هو التخزين المؤقت لغرض العمل. بيكوشن يعني احتياطات لتجنب مخاطرة. قبل ما بتدخل تشتري اي حاجة او تمارس عمل او تنفذ مهمة فنية او ادارية لازم تاخد احتياطات. بريكوشن. ليه بريكوشن؟ علشان تتجنب وتقلل من حجم المخاطرة عشان تبقى الظروف بالنسبة لك مستقرة. مانيفاكتشر اللي هو المصنع. فاكر لما كنا بنقول مانيفاكتشر سيرتيفيكت، شهادة المصنع، وان لازم ارجع لشهادة المصنع عشان اعرف التفاصيل الخاصة بهذا المنتج او هذا الشيء وظروفه وكيفية استخدامه وكيفية التعامل معه. يبقى مانيفاكتشر يعني الايه؟ المصنع. twisting يعني التواء. twisting يعني التواء. ممكن تلاقيها لو بنتكلم عن الوايرز او السلينجز وقلنا ان حصل لها twisting يعني حصل لها ايه؟ التواء. فالالتواء ده يخليها ايه؟ rejected بالنسبة لي، يعني مش ايه؟ مرفوضة، يعني مش ايه؟ مش مناسبة نظرا لضعفها لان هي مش هتتحمل. وان التويستنج ممكن نلاقيه موجود برضو في تقارير الحوادث متعلق بالاصابات، التواء في الساعد او التواء في القدم او 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 الى اخره. دراج يعني ايه؟ دراج يعني بيسحب. وانا قلت لك دونت دراج، لا تسحب، ما تسحبش ايه؟ السلينجز الوايرات اون فلور على الارض. ليه ما تسحبهاش؟ عشان ما تتلفش، ما يحصلهاش تلف بسبب الاحتكاك. لازم يتعمل لها جود مانوال هاندلنج. overloading يعني ايه؟ يعني تخطى الحمل، يعني حمل زايد. وان الاوفرلودنج تعتبر من الهازرز، من المخاطر، حمل زايد يعني تخطى الحمل، او ان هو حمل بالنسبه لي زايد بنعتبره خطر من ضمن المخاطر المرتبطه بعمليه الايه؟ الرفع والتصبين او عمليات الرفع والتصبين. capacity يعني السعة. لما اقول لك capacity of crane يعني سعة الايه؟ الكرين. يبقى capacity انا بتكلم عن السعة، عن القدرة. configuration معناها التكوين. configuration معناها التكوين. لما اقول configuration of webbing sling يبقى بتكلم عن تكوين الواير، القماش، تكوينه، النسيج بتاعه. shackles هي حلقة الوصل ما بين الواير والايه؟ والحمل. shackles. appropriate يعني ايه appropriate؟
يعني ملائم. بتكلم عن الملائمة، ان الشيء ده ملائم للحمل، ان السلينج ابروبريت للايه؟ لللود، ان الواير ملائم للحمل، او ان القفل ملائم للعين. Select. 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 يعني اختيار ما بين متعدد، بتعمل select. Clamp. Clamp. قلنا الكليب او الشيء اللي انا بربط بيه او بمسك بيه. Spreader. 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 سبريدر بيم اللي هو المسطرة المستخدمة لمنع البندنج ستريس، عشان نقدر نرفع الأحمال من غير ما يحصل إيه؟ إعوجاج أو انبعاج أو إيه؟ تقوس أو تلف الإيه؟ الحمل. بندنج. 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 بندنج يعني انحناء. انحناء الشيء، زي ما كنت بقول من شوية بندنج ستريس. Stress. 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 Versatile. 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 يعني متعدد الجوانب، متعدد الاستخدام. تلاقي ان المعدة دي مكتوب عليها في المانوال الخاص بيها ان هي versatile، يعني متعددة الايه؟ الجوانب او متعدده الاستخدام، زي ما كنا بنتكلم عن السبريدر بيم في انواع فيرساتايل، يعني اقدر استخدمها في اكتر من ايه؟ من بوزيشن، من وضعيه، في اكتر من استخدام، واكتر من ايه؟ من ظروف. ريسكيو. 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 وان الكلمه دي مستخدمه مع الباسكت بشكل عام في اي محور متعلق بالايه؟ بده. وقلنا ان في فرق ما بين الريسكيو باسكت والمان باسكت او الورك باسكت. ده بتاع انقاذ وده بتاع ايه؟ عمل. فده ليه ظروف وده ليه ايه؟ وده ليه ظروف. هنشتغل على الجزء دوت وننزله على الشانل على اليوتيوب، عشان برضو يبقى مراجع. دايما الانجليزي بنزله على اليوتيوب عشان وانت باستمرار بقى رايح الشغل جاي من الشغل عندك وقت فاضي 10 دقائق كل يوم، ربع ساعة اقعد راجع. راجع مش اكتر من ربع ساعة يوميا، 3 ساعات اسبوعيا في المحاضرة. هتلاقي نفسك في تحسن مستمر، وهتلاقي الموضوع ما بقاش مجرد معلومات انت حافظها، هتلاقي ان الموضوع اصبح بشكل مهني وانت محترف للعمل بهذا ولهذا وفي هذا. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اراكم يوم الاثنين الجاي.